أنتم أوقاتا مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في عدد هذا المساء من وراء الحدث، والذي نواصل فيه الحديث عن ملف الصحراء المغربية عشية اجتماع مجلس الأمن بين المكتسبات والتحديات. يسعدنا كثيرا أن يكون معنا اليوم الدكتور خالد شجراوي، نائب عميد كلية الحكامة والعلوم الاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد السادس المتعددة التخصصات. أهلا بك دكتور معنا، كما نسعد باستضافة الدكتور دريس لجريني، مدير مختبر الدراسات الدستورية وتحليل الأزمات والسياسات جامعة القاضي عياض، وأستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الذاتية. أهلا وسهلا بك دكتور. ونسعد باستضافة الدكتور محمد غالي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا بكم ضيوفا كراما. أبدأ معكم دكتور خالد شجراوي، نعرف تقريبا ماذا سيكون في القرار الذي سيتم تبنيه، هل من جديد فيه؟ في إذاعة ميدي آن تي في، في الحقيقة يعني صدر القرار مؤخرا ولم يتضمن جديدا أو مغايرا لما صدر في القرارات السابقة، فقط عبر قراءة سريعة لهذا القرار يمكن أن نقول بأن هناك تمديد لمهمة المينورسو إلى حدود 31 أكتوبر 2022، وبالتالي سوف يستمر لمدة سنة ولم نرجع إلى بعض المقولات حول نصف سنة. ثم هناك الدعوة الأساس لمجلس الأمن منذ مدة إلى البحث عن حل يعني تطبيقي وممكن وسياسي وقابل للتطبيق ومتفقين عليه، وبالخصوص الحل السياسي، وفي هذا الإطار استمرارية لمقررات مجلس الأمن فيما يخص قضية الصحراء، كما أن هناك دعوة لكافة الأطراف وبالخصوص الأطراف يعني المتداخلة، سواء من الجيران، ويتحدث بهذا المصطلح عن الجيران، للدخول في هذا المسلسل والمساهمة في المحادثات. وهناك أيضا دعوة لضرورة الرجوع إلى طاولة الحوار والنقاش في هذا الشأن، كما أن هناك أيضا مسألة الإشارة إلى قضية حقوق الإنسان بالمخيمات ومدى ضرورة مراقبتها بشكل يتيح للمنتظم الدولي السعي إلى حل مشكلة هذه المخيمات، إضافة إلى مسألة أخرى مرتبطة بمجموعة من الأمور التقنية المرتبطة بالمينورسو، ودعوة كافة الأطراف المتدخلة في هذا الشأن لمساعدة قوات المينورسو وآليات المينورسو للقيام بعملها، كما أن هناك أيضا هذه المرة دعوة أخرى إلى ضرورة النظر في استعمال مجموعة من التقنيات والآليات لمراقبة وقف إطلاق النار. وفي هذا الإطار أيضا هناك إشارة إلى أن الأمور تطورت بشكل كبير، وأن الأمم المتحدة باستطاعتها أن تراقب هذا المجال عن طريق مجموعة من الآليات الأخرى، وبالتالي أن مقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن أصبحت جد متطورة ولديها من المعطيات ما يمكنها من معرفة واقع الحال على المستوى الأرضي. وبالتالي أعتقد بأن هذا القرار هو قرار إيجابي على الأقل بالنسبة للمغرب، يأتي في إطار استمرارية ما صدر منذ سنة 2006 إلى الآن، وبالخصوص منذ سنة 2007 إلى الآن، علما بأن المشكلة المطروح حاليا وهو أن بعض الأطراف تنأى عن الاستمرار في المشاورات التي يريد مجلس الأمن طرحها من جديد، والاستمرار في الطاولات المستديرة التي دشنها المبعوث الأممي السابق كولر. وأعتقد بأن ذلك سوف يكون حلا مهما إذا ما استمرت جميع الأطراف في الدخول في هذه المفاوضات للبحث عن حل سياسي يعني يمكن تطبيقه ومتفقين عليه. وبالتالي يعني بصريح العبارة القرار يدعو بالضرورة إلى ضرورة الحل السياسي، وبالتالي في هذا إشارة واضحة للمقترح المغربي لسنة 2007. طيب أمر إلى الدكتور دريس لجريني، أهلا بك دكتور معنا. أشار الدكتور خالد شجراوي إلى صيغة المائدة المستديرة، ويبدو أن هذه الصيغة هي التي أجلت اعتماد هذا القرار، لا نعرف إن كانت موجودة في القرار الثاني أم تم التخلي عنها أم هذا مجرد تسريبات.
هو فعلا اولا القرار قرار مجلس الامن المنتظر هو ياتي وبكل تاكيد ياتي في ظرفيه حقيقه صعبه يعني ترخي بظلالها القاتمه على مسار العمليه وايضا دور الامم المتحده. لا ننسى طبعا ان يعني هناك قطيعه اعلنتها الجزائر على المغرب وطبعا مما وتر من طبعا او ازم العمليه من ناحيه، وكذلك لا ننسى كذلك ان البوليساريو اعلنت في وقت سابق انها او قد تنصلت من اتفاقيات وقف اطلاق النار، وايضا لا ننسى كذلك بان الجزائر اعلنت قبل ايام انها غير معنيه بالتفاوض او بالعمليه السياسيه، رغم انها طبعا وب يعني شهاده مجموعه من القرارات التي صدرت عن مجلس الامن انها طرف، ومجمل القرارات التي صدرت منذ 2007 كانت تؤكد على دول الجوار، وكانت وفي الأخير كانت تؤكد بل على الجزائر بشكل مباشر. فلذلك طبعا يبدو على أن هناك حقيقة يعني أخبار تتحدث على أن القرار ربما تم يعني أو أن روسيا لم تكن متفقة مع مجموعة من البنود التي تضمنها القرار أو بعض الفقرات، وخصوصا فيما يتعلق بالعملية السياسية، وكذلك فيما يتعلق بدعم روسيا لامتناع الجزائر دخول كطرفين في العملية السياسية. ولكن طبعا كلنا يعرف بأن هذا ليس أمرا جديدا فيما يتعلق بتداول مجلس الأمن لقراراته. طبعا هناك لا ننسى لأن هناك يعني 15 دولة، وغالبا تكون دائما يعني القرارات التي تصدر عن مجلس الأمن فيما يتعلق بهذه القضية دائما تكون يعني تقريبا بالإجماع مع بعض التحفظات من هذا الطرف أو يعني ذاك، ولكن في عندما نستحضر قرارات مجلس الأمن طبعا نجد بأن هناك يعني مجموعة من النقاط التي تتكرر والتي لا أعتقد بأن مجلس الأمن سيخرج عنها. ولذلك نجد بأن الجزائر تحركت في الآونة الأخيرة بغية إحداث نوع من الانقلاب في قرارات مجلس الأمن، وهذا بكل تأكيد ما لا يمكن أن يتأتى، لأنه سيسيء إلى الأمم المتحدة، بل وسيسيء كذلك لمصداقية هذه العملية التي تقودها الأمم المتحدة، وخصوصا فيما يتعلق بالإشارة إلى ضرورة توفير شروط حسن النية وتوفير المناخ الداعم لإنجاح العملية السياسية التي طالما أكد عليها المغرب وطالما دفع عنها وطالما انخرط كذلك فيها بحسنية. فيما يتعلق طبعا بما يجري حاليا، أعتقد بأن هناك مجموعة من المؤشرات التي تبرز بأن الطرف الآخر غير جاد، ويبدو أنه يحاول أن يربك الوضع من جديد. لماذا؟ لأنه يعني ربما يبحث عن توطير الأوضاع بدل البحث عن حل حقيقي. وأعتقد بأن ما جرى كما قلت ربما قد يكون بدافع يعني توظيف الجزائر يعني لتحركها، وخصوصا فيما يتعلق بتوظيف يعني مصالحها مع روسيا. ولكن لا ننسى كذلك بأن روسيا أيضا تربطها علاقات، تبقى في كل الأحوال علاقات طيبة مع المغرب، وهناك كذلك مصالح متبادلة. لذلك لا أعتقد بأن هذا التأجيل أو عدم خروج القرار الآن في هذا يعني في اليوم الذي كان مقرر أن يخرج فيه يمكن أن يؤثر في مسار الروح التي أسسها مجلس الأمن فيما يتعلق بالتعاطي مع العملية على مستوى يعني التأكيد على أهمية مشروع الحكم الذاتي، على مستوى التأكيد على ضرورة انخراط القوى الإقليمية وخصوصا الجزائر، على مستوى كذلك التأكيد على حل متفق عليه وتوافقي وواقعي، على مستوى أيضا التأكيد على ضرورة، وهذا طبعا سيكون حاضرا، التأكيد على ضرورة الالتزام بالاتفاقيات التي تشرف على يعني الأمم المتحدة، وخصوصا فيما يتعلق بوقف إطلاق النار وعدم إرباك الأوضاع التي تبين من خلال التقرير الذي قدمه المبعوث الأممي أخيرا إلى مجلس الأمن، يعني بأنه طبعا هناك مخاوف. طيب دكتور، قبل ذلك قبل هذه المخاوف، دكتور محمد الغالي، تحدث الدكتور دريس الجريني عن الموقف الروسي، روسيا تربطها علاقات وثيقة ومصالح مشتركة مع الجزائر منذ القدم، وتربطها كذلك علاقات وثيقة مع المغرب، نتذكر الاتفاقية المبرمة بين البلدين، نريد أن نفهم أكثر الموقف الروسي. هو على أين فالموقف الروسي يجب أن نعلم، وهذه مسألة أو قاعدة معروفة في تعامل روسيا مع مصالحها الاستراتيجية،
روسيا فهي في هذا الملف تحاول مرة أن تظهر بأنها تدعم هذا الطرف، ومرة تظهر وكأنها تلعب دور التوازن، وهذا مسألة طبيعية ليس فقط بالنسبة لهذه الأزمة، أزمة الصراع فيما يتعلق بين هذه الأطراف، بين المغرب والجزائر خاصة في موضوع الصحراء، ولكن لاحظنا بأن الموقف الروسي يكون موقفا متذبذبا في الغالب، ويكون موقفا تطبعه بعض الوجهات التي تحكمها بعض المصالح هنا وهناك. ولكن أنا أقول دائما بأن براغماتية الروس تتجاوز في مجموعة من الحالات براغماتية الأمريكيين، وبالتالي فالمعني دائما يجب أن يأخذ هذه الأمور بعين الاعتبار. ولاحظنا بأن المملكة المغربية دائما كانت تستطيع أن تجد لها منفذا حتى تكون هناك موقف روسي، أكيد قد تكون، يجب أن نعلم، بعض الأحيان تكون هناك تصريحات من أجل إرضاء هذا الطرف، ولكن الذي يهم دائما وهو على مستوى القرارات، على مستوى الأفعال. على العموم يمكن أن نقول بأن الموقف الروسي يبقى موقفا متوازنا على العموم، تحكمه كما قلت بعض الأحيان تصريحات هنا وهناك تمليها كذلك دوافع المصالح الاستراتيجية لروسيا. ليس بالضرورة أن هذه التصريحات عندما تكون منحازة إلى هذا الطرف أو إلى هذا الطرف بالضرورة تقصد ذلك الطرف، بل تكون فيها رسائل إما إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو إلى الاتحاد الأوروبي، أي إلى القوى العالمية التي ترى فيها روسيا بأنها منافسة لها. وبالتالي أنا كما قلت بأن تصريحات الروس أو بعض المواقف التي قد يتخذونها، أقول بأنها تحكمها هواجس جيوستراتيجية جيوسياسية عالمية أكثر من كون المسألة تتعلق بدولتين. ولا يجب أن ننسى هنا أن الموقف الروسي ليس هو الموقف أو النظرة التي كانت تنظر بها روسيا إلى الأمور، خاصة بعد 20 نوفمبر، أي تدخل القوات المغربية لإنهاء أزمة القرقرات وظهور أبعاد وظهور تطورات وانعطافات جديدة التي بدورها جعلت الروس قلقون على مصالحهم الاستراتيجية. لا يجب أن ننسى هذا. فالروس عندما يخرجون بتصريح هنا وهناك فإنه من خلال ذلك يعبرون عن قلقهم بأن هذه التحولات والتطورات التي تحدث هنا وهناك لا يمكن أن تمر دون أن تضمن روسيا موقعها وكذلك مكانتها الدولية في هذه الأمور. لذلك أنا أقول بعض الأحيان قد يظهر بأن الموقف يكون حادا في بعض المستويات، ولكن أنا الذي أؤكد عليه بأن المصالح المغربية الروسية هي مصالح صلبة وتعززت من خلال مختلف الزيارات التي تتم بين المملكة المغربية وروسيا. أكيد بأن يجب أن أقولها بشكل واضح أن الجزائر تحاول من خلال ما تراه هي بأنها أوراق يمكن أن تلعب عليها من أجل أن تعكر صفو هذه العلاقات، ولكن أنا أقول إذا ما أمعنا النظر كثيرا في الأفعال، أقول بأن الموقف الروسي يبقى على العموم متوازن بالنسبة لهذه القضية. الدكتور خالد شقراوي، إن كانت صيغة المائدة المستديرة غير ممكنة في هذه الظروف وهذا السياق الذي لم يعد متوترا الآن فيه قطع للعلاقات بصفة رسمية، ما الذي يمكن أن يعوض هذه الصيغة؟ في الحقيقة يعني فقط أريد أن أتمم، وفي يعني تبعا لسؤالك فقط هنا سوف أترجم فقط وبسرعة، لأن التقرير الآن المسودة التي صدرت هي باللغة الإنجليزية، ودائما يتحدث عن الاستمرار في نفس الشاكلة التي تمت في عهد المبعوث السابق،
إذا استطعت أن أترجم بشكل فوري، يعني يلاحظ نية المبعوث الشخصي السابق دعوة المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا إلى أن يجتمعوا مرة أخرى بنفس الشكل، ويرحبون يعني ويرحب المجلس بمشاركة المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا طوال مدة هذه العملية، وبروح من الواقعية والتوافق لضمان نتيجة ناجحة. وبالتالي هذا يدل على أن هناك استمرارية لمجلس الأمن في نفس الشاكلة ونفس الطريقة التي تمت بها المحادثات في السابق. نعم، قد يكون هناك مشكل في الترجمة ما بين اللغة الإنجليزية أريد والفرنسية فقط وأيضا العربية. يجب أن ننتظر. أريد فقط أن نعم لكي لنوضح المشاهد الكريم أننا حصلنا على القرار باللغات الإنجليزية قبل تقريبا دقيقتين من هذه النشرة، لذلك نعم نحاول أن نعطي كل جديد فيه في سياقه العام. تفضل دكتور خالد شقرا. ولكن عموما هناك استمرارية في نفس النهج الذي طرحه كولر في السابق، على أساس يعني الجديد في هذا الإطار وهو أن مجلس الأمن لم ينتبه أو لا يريد أن ينتبه إلى موقف مثلا الجزائر التي قالت أو عبرت عن انسحابها من هذا الحوار، وبالتالي فمجلس الأمن يدعو جميع الأطراف بما فيها الجزائر والبوليساريو والمغرب وموريتانيا إلى الحضور في هذه اللقاءات للبحث عن حل سياسي قابل للتطبيق ومتفق عليه، وأيضا يشير إلى مسألة الدخول إلى هذا الحوار بدون أي شروط مسبقة، وأعتقد بأنها في هذا الإطار استمرارية لما سبق. هناك مسألة ثانية أريد أن أعبر عنها وهي تخص، وهنا أتفق مع الأستاذ غالي، ولكن أريد فقط أن أضيف شيئا أساس، حيث أن هذا اليوم أيضا صرحت وزارة الخارجية الروسية عبر تطبيقها في تليجرام عن موقفها فيما يخص ما قيل عن نقاش أو عن الزوبعة أو العاصفة في العلاقات مع المغرب، وتحدثت عن أن هذه المسألة غير موجودة، وتحدثت الخارجية الروسية عن مسألة أخرى مرتبطة بسياستها عموما في منطقة الصحراء، في منطقة شمال إفريقيا والساحل والصحراء، على أساس أن ما يحاك أو ما يقال عن موقف روسيا هو يدخل في إطار العلاقات الجيوستراتيجية المتشعبة المرتبطة في القارة الإفريقية، وأن هناك قوى أجنبية وربما هنا يتحدثون عن الغرب الأوروبي أو يريدون أن يتحدثون عن فرنسا، وخاصة القلق الذي تعاني منه بعض الدول الغربية من رجوع روسيا إلى المجال الإفريقي. وأعتقد نعم بإمكاننا أن نناقش الموقف الروسي في هذا الإطار بشكل من يعني من التدقيق. أعتقد بأن روسيا ربما كانت فاعلا في أيام الاتحاد السوفيتي بشكل قوي، غابت عن الساحة بعد ذلك، لكنها الآن هي في رجوع قوي إلى الساحة الإفريقية عبر آليات جديدة، ويجب أن نعي بذلك، علما بأن للخارجية الروسية وللسياسة الخارجية الروسية منطقها الخاص، وبالتالي مقاربتنا لمنطق السياسة الخارجية الروسية يجب أن يختلف تماما عن منطق مقاربتنا للسياسة الخارجية للدول الغربية. وبالتالي فموقفها سواء من قضية الصحراء أو مع المغرب أو مع الجزائر هو يرتبط أيضا بمصالح روسيا عامة في المجال الشمال إفريقي ومجال الساحل والصحراء وأيضا في البحر المتوسط ومشاكلها المرتبطة بالطاقة وصراعاتها الأخرى المرتبطة مع ولكن هذا يدعوني لفتح قوس لأسألك دكتور، ما دمت تتحدث عن هذا، ما الذي يمكن للجزائر أن تمنحه لروسيا ولا يستطيع المغرب تقديمه أو العكس؟ يعني يجب أن نعي بأن الجزائر لحد الآن هي شريك أساس لروسيا على مستوى العلاقات الاقتصادية، مستوى العلاقات الأمنية، شراء الأسلحة. الجزائر الآن حوالي تقريبا مصاريفها العسكرية حوالي 20 مليار دولار سنويا، أغلبها يذهب في مجال إلى روسيا، وبالتالي الجزائر تشكل سوقا مهمة بالنسبة لروسيا وهذا شيء واضح. كما أن روسيا الآن رجعت إلى جمهورية إفريقيا الوسطى، هناك حديث عن رجوعها إلى مالي، هناك استغلال لعلاقات قديمة مع بعض العسكريين مع بعض يعني رجال السياسة الذين سواء درسوا في الاتحاد السوفيتي السابق أو في روسيا الحالية إلى غير طيب ذلك. دكتور، روسيا أيضا تنحت مثلها مثل جميع الدول الأخرى عن مصالحها الاستراتيجية وعن أسواقها. ثم هناك مسألة أساس ربما في هذا الإطار قد ترتبط مع الجزائر بشكل كبير، وهو إمكانيات التفاهم
حول قضايا إمداد سوق الغاز الأوروبي، وقضية الغاز حاليا بالنسبة للغرب الأوروبي مهمة للغاية، خاصة مع رجوع الولايات المتحدة الأمريكية ومحاولتها السيطرة على سوق الغاز عبر قنوات الأطلنطي نحو الغرب الأوروبي، وهناك نقاش حول إمكانية إمداد الغاز والتحكم في ذلك تجاه الغرب الأوروبي. طيب، الموقف الأمريكي الدكتور دريس لجريني كان بينا واضحا وصريحا، هناك اعتراف واقع اليوم بمغربية الصحراء من طرف الولايات المتحدة الأمريكية، في ماذا أفاد هذا المغرب خاصة في جلسة الأمن هذه؟ في الحقيقة لم أسمع الجزء الثاني من السؤال لو سمحتي. سألتك إن كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد اتخذت موقفا داعما للوحدة الترابية للمملكة، في ماذا أفاد هذا الموقف قضية ملف الصحراء المغربية داخل أروقة مجلس الأمن؟ بكل تأكيد أن اليوم العالم مقتنع كما قلت بأن هناك مرجعية مرتبطة بقرارات مجلس الأمن، وهي تؤكد بأن الأمم المتحدة ومجلس الأمن مقتنع تمام الاقتناع بانخراط المغرب الجدي في التعاطي مع هذا الملف بصورة إيجابية، طبعا سواء من خلال التأكيد أولا على الحلول الواقعية وكذلك من خلال طرحه لمشروع الحكم الذاتي، وهذه وانا اعتقد بان موقف المغرب هو قوي وليس فقط ولكن القناعه هي ما يرسخ ربما في الفؤاد وتترجمه الافعال كذلك. الولايات المتحده الامريكيه الى اي مدى دافعت في هذا التقرير على موقف المغرب، خاصه وان هذا القرار ياتي بعد تمثيليه واسعه في الاقاليم الصحراويه، مشاركه في الانتخابات، مغربيه الصحراء اصبحت معترف بها من طرف الولايات المتحده الامريكيه، وهناك تمثيليات قويه في الاقاليم الجنوبيه، اليس هذا الموقف من بلد قوي كالولايات المتحدة الأمريكية يجب أن نقرأه سوادا على بياض في تقارير مهمة كهذه؟ أنا أعتقد بأن يعني التحفظ الروسي اليوم على صدور هذا القرار يبرز بأن ثمة إصرار من الولايات المتحدة الأمريكية على إنهاء هذا الملف، وأيضا هناك يبدو أن هناك تفاهم من لكثير من المبادرات والجهود التي ركمها المغرب، وخصوصا على مستوى إشراك الجزائر في المفاوضات، خصوصا على مستوى التأكيد على بلورة حل توافقي، إلى غير ذلك كما قلت من النقاط التي يبدو على أن مجلس الأمن سيسير في تأكيدها لأنه لا يمكن أن يتجاوزها. والولايات المتحدة الأمريكية بكل تأكيد طبعا وبالنظر إلى علاقتها المتينة وأيضا بالنظر كذلك لاستيعابها لما يقوم به المغرب طبعا من جهود في سبيل تعزيز السلم، لا ننسى بان هذه المنطقة التي طبعا يقع فيها المغرب هي محاذية لمناطق توتر بكل تأكيد، طالما الولايات المتحدة الأمريكية نبهت منها، وخصوصا فيما يتعلق بما يجري في منطقة الساحل الإفريقي، هذه المنطقة التي طبعا إذا ما لم يتم المراهنة على الحل السلمي والحل السياسي الذي يدافع عنه المغرب والذي يبدو كذلك أن القوى الدولية الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة مصرة عليه كخيار استراتيجي وأيضا مجلس الأمن، فالحل أو البديل لن يكون سوى الفوضى، هذه الفوضى التي لن تكون في صالح دول المنطقة ولن تكون في صالح السلم والأمن الدوليين. ولذلك أنا أعتقد طبعا بأن الولايات المتحدة الأمريكية يعني إلى حدود الساعة هي منسجمة في سياستها مع المغرب، طالما لأنه السلوك الخارجي للدول طبعا نحن نستقيم من المصادر الرسمية، إلى حدود الساعة ليس هناك أي سلوك أمريكي رسمي يبرز عن تخلي الولايات المتحدة الأمريكية عن ما أقرته بالسابق فيما يتعلق بمغربية الصحراء وفيما يتعلق ب يعني دعم الموقف المغربي والترحيب كذلك بمشروع الحكم الذاتي. وطبعا اليوم هذا القرار كما قلت هذا يبرز الانزعاج الذي يبدو أن الأطراف الأخرى سعت بكل جهدها ووظفت كل ما تملكه من يعني إمكانيات ومن طبعا نقاط تحاول أن تؤثر به، ولكن أعتقد كما قلت بأن المجتمع الدولي اليوم واعي بأن خيارات
أخرى لن وخصوصا طيب. خيار الانفصال أو خيارات الفوضى لن تكون في صالح السلم الأمن الدوليا، وهناك اعتقاد وهناك كذلك تأكيد من مجلس الأمن دائما على الحل التوافقي، على الحل الواقعي، وأيضا تأكيد على أهمية ما بادر إلى المغرب فيما يتعلق ب مشروع الحكم الذاتي. دكتور محمد الغالي، تمديد نطاق الإشراف القنصلي، اليوم سمعنا من سفارة كولومبيا على كامل التراب الوطني المغربي، هناك كذلك تمثيلية واسعة في الأقاليم الجنوبية، كيف يمكن للمغرب أن يستثمر كل ذلك من أجل إحراز أهداف ومآرب واضحة، خاصة في التعاطي مع هذا الملف داخل أروقة الأمم المتحدة؟ الاستثمار يجب أن يسير في اتجاه مقاصد الأمم المتحدة، ومقاصد الأمم المتحدة تؤكد على التعاون والشراكة بين الشعوب، وهذه الشراكة يجب أن يكون لها وقع أو أثر على حياة المواطنين والمواطنات، وهذا الأثر يتعزز من خلال حركة رؤوس حرية حركة رؤوس الأموال والأشخاص، وأعتقد بأنه من خلال هذا التوجه الذي قامت به مجموعة من الدول من خلال فتح قنصليات لها بالأقاليم الجنوبية، خاصة بمدينة الدخلة كمركز لجهة الدخلة والذهب، وكذلك مدينة العيون كمركز لجهة العيون الساقية الحمراء، على أي فهذا الفتح لهذه القنصليات لهاتين المدينتين يعزز كذلك الثقة في المملكة المغربية وفي قدرة المملكة المغربية على أن تكون وتفرض نفسها كشريك اقتصادي سياسي تكون به. وهذا في رأيك دكتور الغالي، هل تعتقد أنه علينا أن نقرأ هذه التمثيليات الأجنبية في الأقاليم الجنوبية من الناحية الدبلوماسية السياسية فقط، أم هناك كذلك شق اقتصادي يجب أن ننتبه له، بما أن الداخلة هي اليوم و قد تكون في المستقبل القريب جدا وجهة اقتصادية وقاعدة استثمارية ربما ليس لها مثيل كذلك؟ الجانب السياسي مهم، يكرس الثقة، وبعد تكريس الثقة أكيد ستكون هناك فرص للتعاون الاقتصادي، وبطبيعة الحال دور القنصليات هي أن تقوم بتيسير الأمور بين بعثات الدول خاصة الاقتصادية، لأننا عندما هل يمكن أن ننتزع دكتور الغالي بالاقتصاد ما كان ربما عسيرا جدا أو معقدا ربما بالسياسة؟ أعتقد بأن النماذج الناجحة الدولية والممارسة الفضلة والحميدة التي استطاعت أن تتحكم في كل الخلافات والنزاعات والصراعات هي التي نهجت نهج التعاون الاقتصادي والتواصل الاقتصادي. يمكن أن نعطي المثال بأوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، ونعطي مثالا كذلك بمجموعة من الدول الأسيوية ومجموعة من الدول الأمريكية التي كانت بينها صراعات وتطاحنات سياسية كانت تؤثر بشكل سلبي على الناتج الخام الوطني، مما كان يفوت فرص التنمية وبالتالي تنمية المواطنين والمواطنات. ولكن هذه الدول عندما اختارت الباراديغم الاقتصادي ونهجت هذا النهج من خلال توسيع التعاون الاقتصادي وتكريسه، فهذا التعاون استطاع أن يذيب كل الخلافات. مثلا عندما يكون هناك تعاون اقتصادي ومعاملات تجارية، فإن الحدود بمعناها الترابي الفيزيقي لا يعود لها أي معنى. لاحظنا بالنسبة لأوروبا، فبمجرد ما كنت تحصل على الفيزا لدولة فرنسا أو إسبانيا فإن هذا يؤهلك إلى كل أن تزور كل الدول العضوة في الاتحاد، مما يعني بأنه عندما نستطيع أن نتحكم في المخاطر الاقتصادية ونيسر سبل التعاون ونخلق مصالح، هذا هو المهم، هو قدرة الدول على خلق مصالح بين شعوبها. عندما نستطيع أن نخلق هذه المصلحة لنكون متأكدين بأن كل الخلافات الأخرى سيتم تحكم فيها. وهنا إن سمحتي
لسيدتي أن أعطي مثالا بالعلاقات المغربية الجزائرية. فالجزائر لماذا ترفض دائما التعاون الاقتصادي؟ أولا لماذا؟ لأنها دائما تريد بأن يكون هناك استمرار للأزمة السياسية. لو اخترنا المنح الآخر بالنسبة للاتحاد المغاربي منذ تأسيسه سنة 1988 إلى اليوم، لنكون متيقنين بأنه لم تكن هناك أي مشاكل على مستوى الحدود، وبأن الرهان الحقيقي سيكون اقتصادي وتحقيق أرقام للناتج الخام جد متقدمة، وكذلك على مستوى النمو. طيب ما دكتور شقراوي، لن ننسى دائما أنك متخصص في الشأن الإفريقي، هذا التواجد الاستثنائي للمغرب في إفريقيا سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية خاصة، كيف يمكن أن يستثمره المغرب أحسن استثمار في إنهاء هذا الصراع أو على الأقل القصف خطوات إلى الأمام من أجل تحقيق مكاسب سياسية سوادا على بياض كما قلت من قبل؟ نعم بالفعل، يعني ما حدث هو مهم للغاية، والتطور على مستوى السياسة الخارجية المغربية تجاه قضية الصحراء وبالخصوص تجاه الدول الإفريقية هو مهم للغاية، ويجب أن نعي بأن في يعني أكثر من 10 سنوات الأخيرة تقريبا العشرينيات الأخيرة وبالأساس منذ سنة 2016-2017 هناك تغير جوهري على مستوى الاستراتيجية السياسية الخارجية المغربية فيما يخص هذا المشكل. المسألة أساسا اعتمدت على تجاوز بعض المعضلات المرتبطة ببعض الدول التي كانت تعترف في السابق بالبوليساريو، وتجاوز ذلك للبحث عن إمكانيات للتعاون الاقتصادي والتفاهم السياسي القادرة على يعني تقديم الطرح المغربي وتفسيره وتقريبه من حيث المنطق السياسي للعلاقات الخارجية البينية ما بين الدول الإفريقية، وقد أدى ذلك إلى نتائج جد إيجابية. يجب أن نعلم بأنه في سنة 1984 كان عدد المعترفين بالجمهورية الوهمية يفوق 28 دولة، حاليا لا يتعدى ذلك يعني أصابع اليد، وهناك تراجع كبير، هناك 54 دولة في القارة الإفريقية لا يتجاوز عدد المعترفين بالجمهورية الوهمية 10 دول، وبالتالي هذا تراجع كبير. ثم هناك المسألة الأساس، وقد تحدثت عن مسألة القنصليات وغير ذلك، الصحراء هي عبارة عن قنطرة ما بين الشمال الإفريقي وإفريقيا جنوب الصحراء، سواء بغربها أو بشرقها أو بوسطها، وهي كانت تلعب هذا الدور بشكل كبير. في الحقيقة ما يقوم به المغرب حاليا هو الرجوع إلى المنطق التاريخي والمنطق الاجتماعي والمنطق الثقافي والاقتصادي الذي كانت تعيشه ليس فقط المغرب ولكن كافة دول شمال إفريقيا مع دول غرب إفريقيا ودول إفريقيا جنوب الصحراء. ومن مصلحة كافة الدول أن نستغل هذه العلاقات على أساس تطوير اقتصادياتنا وتطوير علاقاتنا، بحكم أن العالم الحالي، وقد رأينا ذلك مع هذه الجائحة، لا يمكن أن يتطور بالاعتماد فقط على الأسواق الأجنبية سواء كانت آسيوية أو أوروبية، علما بأننا رجعنا بشكل قوي إلى مستويات من السيادة ومن الدفاع عن العناصر السيادية لكل دولة على حدها، وحتى التجمعات الإقليمية والقارية لها نفس الثقل كما حدث بالنسبة للتجمع الاقتصادي الأوروبي. وبالتالي أعتقد بأن على الأفارقة أن يعون بذلك، وقد بدأوا يعون بذلك بشكل كبير، وهو الشيء الذي أدى إلى تطوير مواقفهم. حتى هناك بعض الدول التي ما زالت لها مواقف معينة، أو مثلا تعترف بالجمهورية الوهمية مثلا كماري، ولكن علاقاتها الاقتصادية وعلاقاتها السياسية جد متميزة مع المغرب، والمغرب يفهم ذلك لأنه لا يريد أيضا أن يضع هذه الدول في حرج معين، خاصة أن أيضا لها علاقات متميزة مثلا مع الجزائر أو مع موريتانيا، ولديها أيضا مصالح استراتيجية في المنطقة. لكن عموما هناك تغير منطقي كبير في هذا المجال. الجانب الاقتصادي هو جانب مهم واستراتيجي، وأصله هو البعد التاريخي الذي كان أساس تطور الاقتصاد والحضور المغربي في القارة. وبالتالي أعتقد بأن ما يقع الآن فقط هو رجوع الأمور إلى نصابها وإعادة إنتاج
ما عشناه طوال أكثر من 10 قرون من العلاقات البينية ما بين دول شمال إفريقيا ودول جنوب إفريقيا. نعم، هذه المرة بحضور مغربي أقوى وغير طيب دكتور، كبير لبعض دول شمال إفريقي، ولكن أعتقد بأن هذا منطق مهم يجب أن نعيه في هذا الإطار بوعي استراتيجي جديد وبنوع من البراغماتية الجديدة في هذا النطاق. طيب دكتور دريس لجريني، العلاقات المغربية الإفريقية جيدة اليوم، نرى كذلك تقدما ملحوظا في علاقات المغرب مع أمريكا اللاتينية، ولكن العلاقات مع الدول الأوروبية في بعض الأحيان تجتاز مناطق توتر. هل من المفروض أن يتحرك المغرب أكثر مع دول الاتحاد الأوروبي، مع محكمته، مع الليجان، من أجل أن تستمر العلاقات في سياقها المحود، وأن لا تشهد هذه التوترات التي تقلق في الحقيقة بين الفينة والأخرى وتكون ضاربة لمصالح حيوية؟ هو أعتقد بأن الأزمات أو الأزمتين الأخيرتين يعني مع بعض دول الاتحاد الأوروبي يعني يمكننا أن ننظر إليهما من الجانب الإيجابي، وهو أنهما طبعا أكد تلك أو ذلك المنظور الذي يؤكد على ضرورة عدم وضع البيض كما يقال في سلة واحدة. وأعتقد بأن المغرب منذ سنوات كان واعيا بهذا الجانب فيما يتعلق بضرورة تنويع شركائه الاقتصاديين، ولذلك لاحظنا طبعا أن المغرب اتجه في سواء على مستوى تعزيز علاقته مع القوى الدولية الكبرى باتجاه الولايات المتحدة، باتجاه الصين، باتجاه مجموعة من الدول الأخرى، وكذلك على مستوى جنوب في الدائرة الإفريقية. ولكن دكتور، أنا أسألك عن العلاقات مع ليس فقط مع دولتين أوروبيتين، مع الاتحاد الأوروبي، عندما تصدر بين الفينة والأخرى قرارات تضرب في العمق مصالح استراتيجية للمغرب مع دول الاتحاد كاتفاقية الصيد البحري والزراعي، كيف يمكن للمغرب أن يشتغل أكثر على هذه النقطة من أجل أن تستقر العلاقات أكثر مما كانت دكتور جريني؟ هو كما قلت يعني أن هذه الأزمات التي وقعت أو هذه المحطات أعتقد بأن المغرب ينبغي أن يستخلص منها الدروس، لأنه لا ننسى أن الأطراف الأخرى هي تشتغل، يعني الجزائر هي توظف دبلوماسيتها وإمكانيتها في سبيل طبعا الضغط وفي سبيل طبعا يعني تأثير بسبل أو أخرى. يعني حقيقة أن موقف المغرب هو موقف قوي بالنظر طبعا إلى الاعتبارات الواقعية، وبالنظر كذلك لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبالنظر كذلك إلى أن طبعا الواقع الذي تؤكده طبعا الأقاليم الجنوبية على مستوى الدينامية التنموية، على مستوى الانخراط في المؤسسات السياسية وفي المشاركة الانتخابيه التي طبعا تعتبر من يعني المناطق المغربيه الاكثر اقبالا على الاستحقاقات التي يقوم بها المغرب يعني في الكثير من المناسبات. وهذه طبعا كلها عناصر قويه، ولكن في المقابل كما قلت يعني لا ننسى بان فعلا الدبلوماسيه الرسميه تقوم بجهد كبير على هذا المستوى، الدبلوماسيه الرسميه المغربيه، ولكن لا ننسى بان ثمه دائما ديناميه، وثمه كذلك يعني تناوب على السلطه في اوروبا. هناك قوى ينبغي ان تخاطب من قبل هيئات المجتمع المدني، من قبل احزاب مختلف الاحزاب المغربيه، وكذلك من قبل الدبلوماسيه البرلمانيه، ولا ننسى كذلك دور البحث العلمي، على اعتبار ان مجموعه من الازمات التي حدثت، لا اتحدث فقط عن ما جرى فيما يتعلق بموقف المحكمه الاوروبيه، ولكن مجموعه من المواقف الاخرى التي ربما تراكمها هو الذي ادى الى ما حدث في الاونه الاخيره. يعني كانت هناك من برلمانات بعض البلدان او بعض الهيئات المدنيه، فبالتالي المسؤوليه مطروحه على مختلف الهيئات لكي تقود كذلك دبلوماسيه موازيه. تحدث كذلك حتى عن الدبلوماسيه بين قوسين الرقميه، تحدث عن الدبلوماسيه العلميه والجامعيه التي يمكنها كذلك ان تقنع الاوروبيين بالواقع الذي مع الاسف يقدم لها بصوره يعني منحرفه. عندما نتحدث عن الاقاليم الجنوبيه ينبغي ان يعني ان يعي الاوروبيون انه ليست هذه الاقاليم بتلك الصوره التي تقدم لها وكانها في حاله حرب. يعني يمكن المقارنه مع ما يجري في 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 تندوف،
وما يجري يعني في هذه الأقاليم. هناك مفارقة طبعا، مجال حقوق الإنسان مفتوح، وفيما يتعلق بمجموعة من المشاريع التي حققها المغرب في هذه الأقاليم التي طبعا تبرز على أن تم استثمارات وتم جهود في مقابل الإكراهات والإشكالات التي تعرفها كما قلت يعني المقاربة الأونتاريو. فبالتالي هذا الأمر يفترض كذلك أن نحمله إلى هؤلاء الأوروبيين الذين ربما انطلت عليهم يعني الحيل الأطراف الأخرى التي تحاول أن تقدم لهم وقائع أخرى. ولذلك كما قلت طبعا الدبلوماسية الرسمية طبعا هي تتحرك، ولا يمكن إنكار الجهود التي ركمتها في هذا الخصوص، ولكن في مقابل ذلك في حاجة كذلك إلى مخاطبة البرلمانات والأحزاب السياسية، وهذه مسؤولية. لا ننسى أن حتى الدستور هو أعطى للأحزاب السياسية وللمعارضة البرلمانية كذلك ولمختلف القنوات إمكانية يعني التحرك في هذا المستوى بالصورة التي يمكنها أن تعزز الدبلوماسية الرسمية، وبإمكانها كذلك أن تعزز الموقف المغربي وتصحح هذه الصور المغلوطة التي تبنى عليها قرارات مع الأسف جائرة وغير واقعية من مختلف القنوات، سواء داخل البلدان الأوروبية أو داخل الاتحاد الأوروبي. طيب، أريد أن أسمع رأيك الدكتور محمد الغالي فيما يتعلق بالزوايا ربما المظلمة نوعا ما والتي يحتاج المغرب لكي يسلط الضوء عليها أكثر. ما هي النقاط التي يجب أن يشتغل عليها من أجل تحقيق مكاسب سياسية خاصة في المقبل من الأيام؟ هو أكيد بأن كان سؤالك الأول وهو ما هو الجديد الذي سيحمله التقرير. أقول بأن تقريب الأفكار المتداولة ليست جديدة، هي أفكار قديمة جديدة، ولكن الجديد هو السياق الآن بعد التدخل الناجح لحل أزمة القرقرات من طرف القوات المغربية. لذلك فمن النقط الواردة الآن في التقرير والتي يمكن للمملكة المغربية أن تؤكد عليها وتشتغل عليها، أولا هناك دعوة إلى تعداد ساكنة تندوف، ودعوة إلى التعاون مع المندوب السامي للاجئين، وهذه أمور أكيد بأن الجزائر لا تقبلها، والتأكيد على المفاوضات من خلال الموائد المستديرة. هذه الموائد كذلك التي أثبتت الجزائر مرة أخرى بأنها ترفضها، بمعنى أن الجزائر الآن أنا أقول كانت تحاول أن تعزل المملكة المغربية من خلال إثارتها لمشاكل مثل لابد وأن يتم إدراج مسألة حقوق الإنسان في الوقت الذي الجزائر لا تحترم حق إحصاء ساكنة تندوف وكذلك إحصاء كل اللاجئين الموجودين على أراضيها، وبالتالي فقد الشيء لا يعطي. إذن هذا شق سياسي مهم أساسي، لأنه لماذا؟ لأن الجزائر اليوم تجند كل وسائلها وكل طاقاتها من أجل عزل المملكة المغربية من خلال مشكل الصحراء الذي تدعي الجزائر فيه بأنها طرفا خارجا عنه وبأنها طرفا محايدا، وبأن الوتر دائما التي تلعب عليه وهو وتر حق الشعوب في تقرير مصيرها. أكيد بأن ما كان يطرح بكون حتى بالنسبة لبعثة المينوسو اليوم دورها هو مراقبة وقف إطلاق النار، حتى ما كان يتم الحديث عنه استفتاء فظروفه وشروطه، وهذا اعتراف صريح أو ضمني، المهم أن هناك اعتراف بأن هذا المسلسل لا يمكن الذهاب فيه لأن أطراف تدخلت بطرق مشبوهة وتدخلت بطرق لا يمكن لها أن تقود إلى الحل السياسي العادل الذي تؤكد عليه الأمم المتحدة. وبالتالي هذه كلها أنا في اعتقادي بأن هذه نقط أساسية ومهمة من الناحية السياسية، لأن هذه نقطة إذا لم نتحكم فيها من الناحية السياسية يمكن أن تشكل كوابح للسير في المسار الاقتصادي الذي تعول عليه كل الدول. طيب دكتور خالد شقراوي، في أقل من دقيقتين، ما هي النقاط التي ترى أنه على المغرب أن يشتغل عليها أكثر؟
أنا أعتقد بأن الخط الذي صار فيه المغرب منذ مدة هو مهم للغاية وأعطى عدة نتائج، من بينها الاعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء. المسألة الثانية هو الموقف الجديد تجاه الاتحاد الأوروبي، وهنا أريد أن أؤكد على أن هناك تغيرا كبيرا في موقف المغرب تجاه الاتحاد الأوروبي، كما أن المغرب يتفهم مواقف الاتحاد عبر مؤسساته سواء المحكمة أو البرلمان أو المجلس عموما، وبالتالي فالحياد الإيجابي نوعا ما لدى بعض الدول لم يعد مجديا لا بالنسبة للمغرب ولا بالنسبة للقضية، وعلى كل دول أن تتحمل مسؤوليتها في هذا الإطار. إذا كانت هذه الدول الأوروبية تعتبر المغرب شريكا أساس سواء اقتصادي أو استراتيجي أو سياسي، فيجب عليها أيضا أن تتحمل هذا الموقف بكل ما هو ما عليه، وبالتالي لا يمكن أن نكيل الأمور بمكيالين وأن نلعب على وتر الصراعات البينية في الشمال الإفريقي. المسألة الثانية أن هذه البراغماتية التي نهجها المغرب والتي أعطت نتائج جد إيجابية مع بعض الدول الإفريقية والولايات المتحدة الأمريكية بإمكانها أن تؤثر بشكل كبير على المواقف السياسية للدول الأوروبية، وبدأنا نلاحظ ذلك. هناك تغير على مستوى المواقف السياسية، نعم هناك مشكل على مستوى البرلمان الأوروبي وهو مرتبط بمناحي سياسية مرتبطة بصراعات الأحزاب ومرتبطة أيضا بقضايا انتخابية داخلية، هناك مشكل للمحكمة وهذا يدخل في إطار نوع من المسارات الديمقراطية للاتحاد الأوروبي، حيث أن بإمكان أي أحد أو أي جمعية منتظمة أن تقوم بطرح سؤال أو طلب دعوة أو دعوة في أي شأن طيب. من هذه الشؤون المرتبطة بالاتحاد الأوروبي في هذا النطاق. المسألة الأخرى وهي ضرورة أيضا تدعيم الخطاب المغربي السياسي على مختلف الجوانب سواء السياسية أو الاقتصادية أو شكرا الثقافية أو ما يسمى بالدبلوماسية الموازية. شكرا جزيلا لك الدكتور خالد شقراوي، الشكر موصول للدكتور إدريس الجريني وللدكتور محمد الغالي. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة، إلى اللقاء.